السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أبنائي الأعزاء، أتمنى أن يكون الجميع في صحة جيدة. كما رأينا في الحصة الماضية، أنهينا درس مصر نموذج تنموي عربي لننتقل من دراسة دولة ذات اقتصاد نامي إلى دولة ذات اقتصاد للأسف متخلف أو ضعيف التنمية. درسنا اليوم نيجيريا بين الغنى الطبيعي والضعف التنموي مكون الجغرافية. أهداف الحصة كما يعتدنا، الهدف الأول أن نكتشف جميعا ونحدد المؤهلات الطبيعية التي تزخر بها نيجيريا. الهدف الثاني والأخير في هذه الحصة أن نتعرف عن خصائص الديموغرافيا، أي ما يميز العنصر البشري في نيجيريا، وبعض مظاهر الضعف التنموي لدى سكان نيجيريا. إذا أبنائي، قبل أن نشرع في تحديد النشاط الأول، النقطة الأساسية في هذا النشاط يجب أن نركز عليها حتى يتسلل فهم هذه الوحدة التعلمية بشكل أدق، وهي أن كيف أن نيجيريا غنية وكما سوف نرى من خلال الدرس طبيعيا واقتصاديا، ولكن للأسف فهي تعد أو تصنف ضمن الدول المتخلفة أو ما يعرف بالدول ضعيفة النمو. هذا ما سوف نعمل على توضيحه من خلال هذا الدرس. ولكن النشاط الأول كما تلاحظ أبنائي الأعزاء، الوثيقة واحد خريطة جغرافية. ماذا تحدد الخريطة؟ خريطة خصائص التضاريس في نيجيريا. إذا سوف نرى تضاريس نيجيريا. عندما نقول تضاريس نيجيريا نركز على مفتاح الخريطة. إذا هناك أكثر من على مستوى الارتفاع أكثر من 1000 متر إلى غير ذلك، ولكن عموما اللون البرتقالي الداكن واللون البرتقالي الفاتح واللون الأصفر عبارة عن هضاب، هذه تشكل هضاب، انتشار هضاب متفاوتة الارتفاع. طبيعة الحال كما تلاحظون أين تمتد هذه؟ في الشمال، كما تلاحظون في الشمال، في شمال نيجيريا. ثم الهضاب باللون البرتقالي في الشمال والوسط، وكذلك في اتجاه الجنوب. أما اللون الأخضر فيمثل السهول، انتشار السهول، ولكن نلاحظ بأن الهضاب تغطي معظم تضاريس أو عفوا معظم تراب نيجيريا. تأتي بعدها من حيث الأهمية السلاسل الجبلية، السهول ذات اللون الأخضر وهي سهول ومنخفضات، ولكن نقسمها إلى هناك سهول كما تلاحظون التي تمتد في أقصى الجنوب، في أقصى الجنوب، ولكن تطل على خارجينها أي جزء من المحيط الأطلنطي، وهي سهول ساحلية، سهول ساحلية، وأخرى كما تلاحظون من خلال حوض الكونغو أو حوض النيجر، هناك سهول تمتد على ضفاف الأنهار ونسميها بسهول، كما رأينا في مصر على ضفاف نهر النيل سهول فيضية، أي مرتبطة بفيضان مياه النهر. أبنائي الأعزاء، ننتقل إلى نقطة أخرى بعدما حددنا الجانب التضاريسي ورأينا بأن الهضاب هي الأكثر انتشارا تاليا من حيث الأهمية السهول. أما الكتل البركانية فهي كلها كتل جبلية ولكن مساحتها ضيقة في نيجيريا. ننتقل إلى نشاط ثاني وهي مبيانان
مناخيان يمثلان خصائص المناخ في نيجيريا. عندما نتحدث عن مرصد كانو، مناخ كانو، بطبيعة الحال مرصد كانو، رأينا في الخريطة بأن كانو توجد، ويمكن لكم الرجوع إلى الخريطة بطبيعة الحال. مدينة كانو توجد في شمال نيجيريا، وبالتالي نحن هدفنا الآن تحديد نوع المناخ الذي يسود شمال نيجيريا. لاحظوا بالنسبة لفصل الصيف كيف هو ممطر، إذن فصل صيف ممطر وشتاء كما تلاحظون ديسمبر نوفمبر إلى غير ذلك يناير، وشتاء إذا فصل الصيف ممطر زائد شتاء جاف. ما هو نوع المناخ الذي يسود هنا؟ طبعا الحال إذا ما حددنا موقع نيجيريا بالنسبة لخطوط العرض سنجد في أن الشمال هناك انتشار أو تقع على مدار السرطان، وبالتالي هناك مناخ مداري هو الذي يتميز بهذه الخصائص صديقتي الدين. ولكن ننتقل إلى المرصد الثاني ألا وهو مرصد لاغوس أو لاجوس، مدينة لاغوس في جنوب نيجيريا، تقع في جنوب نيجيريا. إذا بالنسبة لهذا المرصد عندما حددنا أين تتواجد معظم السهول الفيضية والسهول الساحلية قلنا في أنا في أقصى الجنوب، وبالتالي هناك غطاء نباتي كثيف كما نعرف جيدا، خصوصا يتعلق بالغابات الاستوائية، وبالتالي يمتد هناك أو تقع نيجيريا في الجنوب على خط الاستواء. إذا مميزات هذا المناخ، لاحظوا تساقطات طول السنة، تساقطات طول السنة زائد حرارة كذلك طول السنة كما تلاحظون من خلال المنحنى الأحمر طول السنة، تساقطات مطرية عكس ما رأيناه في مناخ مدينة كانو أي المناخ المداري الآن. فنوع هذا المناخ هو مناخ يتميز بهذه الخصائص، هو مناخ استوائي أي يقع عند خط الاستواء. إذا كخلاصة ينتشر بنيجيريا نوعان من المناخات، مناخ مداري في أقصى الشمال ومناخ مداري في أقصى استوائي في أقصى الجنوب. سننتقل إلى دراسة أخرى وهي الدراسة البشرية، وجدول توضيحي يوضح جدول بعض الخصائص الديموغرافية لسكان نيجيريا. إذا الخصائص الديموغرافية لسكان نيجيريا إذا نبدأ في عدد سكان نيجيريا. كما تلاحظون ما بين 2012 و 2013 كم يبلغ عدد السكان؟ الآن نقول بأن عدد السكان أزيد من 166 مليون نسمة، بمعنى ماذا نستفيد من وراء ذلك؟ كيف هو النمو الديموغرافي؟ حتما نيجيريا تعرف نموا ديموغرافيا سريعا. طبعا حال أبنائي لماذا تعرف نمو ديموغرافيا سريعا؟ حتما لارتفاع نسبة التكاثر الطبيعي، نسبة التكاثر الطبيعي أو ما يعرف بالزيادة الطبيعية، هذا ما نستنتجه. لاحظوا بالنسبة لنسبة الولادات 38.7% في 1000،
ونسبة الوفيات 13. إذا قمنا بعملية الطرح أي نسبة الولادات ناقص نسبة الوفيات، سنجد بأن هناك تقريبا 25.2 في الألف، وبالتالي تتعدى إذا حولنا النسبة في الألف إلى النسبة المئوية سنجد 2.5 تقريبا في المئة، وهي نسبة مرتفعة بالنسبة لعدد للزيادة الطبيعية. وبالتالي يمكن تصنيف نيجيريا ضمن الدول التي تعرف نسبة تكاثر طبيعي مرتفعة، وبالتالي نمو ديموغرافي سريع. لاحظوا بالنسبة للبنية العمرية، إذن البنية العمرية، عندما نقول البنية العمرية أي الفئات العمرية الثلاث، لاحظوا أقل من 15 سنة، إذن الأطفال، فئة الأطفال، كم هي نسبتها؟ إذن 42.6 في المئة، يعني النسبة المئوية. نسبة الفئة النشيطة أي الشباب أو ما يسمى بالفئة النشيطة القادرة على العمل 42.6 في المئة. ثم هناك فئة الشيوخ وهي فئة ضعيفة للغاية تشكل 3. إذن الشيوخ 3.2 في المئة. وبالتالي ماذا نستنتج من وراء هذه الإحصائيات؟ فإن هرم الأعمار، الهرم الذي تكون قاعدته عارضة نظرا لارتفاع نسبة فئة الأطفال والشباب وقمته ضيقة فئة الشيوخ، هرم الأعمار في نيجيريا كخلاصة فتي، يعني عندما نقول فتي يعني قاعدته تغلب عليها نسبة الأطفال أو نسبة عالية على مستوى الأطفال ونسبة عالية على مستوى الفئة النشطة وفئة الشباب قادرة على العمل. ننتقل إلى دراسة ديموغرافية أخرى، ولكن هذه المرة بعض المؤشرات الوضعية الاجتماعية لسكان نيجيريا. إذن هنا نستنتج بعض الصعوبات الاجتماعية والإكراهات الاجتماعية والمشاكل الاجتماعية التي يعانيها سكان نيجيريا. كما تلاحظون نسبة الأمية لدى الكبار، إذن نستنتج من خلال الجدول انتشار الأمية في صفوف، خصوصا في صفوف الكبار، تلاحظون النسبة 32.7%، وهي نسبة مهمة ومرتفعة للغاية، إذن 32.7%. ثم زائد ماذا نلاحظ؟ انتشار الفقر بنسبة 70%، وبالتالي لاحظوا نسبة الفقر أقل من دولارين في اليوم. ماذا نقصد بدولارين في اليوم؟ وهي ما يعرف على مستوى تقارير الأمم المتحدة للتنمية البشرية عتبة الفقر، بمعنى 70% من سكان نيجيريا، انتشار 70% من سكان نيجيريا تحت عتبة الفقر، بمعنى آخر أن معظم سكان نيجيريا يعيشون حالة من الفقر المدقع، وهذا أمر يطرح عدة أسئلة، خصوصا إذا علمنا بأن نيجيريا دولة غنية بمواردها الطبيعية. أمد الحياة، بمعنى أمد الحياة، الشخص في نيجيريا أو المواطن في نيجيريا يمكن أن يعيش إلى حدود 52 سنة، عكس ما نجد في الدول المتقدمة، نظرا لأنه يعيش ظروف صعبة، يقوم بأعمال شاقة، وبالتالي هذا سيؤثر سلبا على صحته وبدنه وبنيته الجسمية، وهذا ما سوف نستنتجه من خلال نسبة السكان المستفيدين من الخدمات الطبية في نيجيريا بالنسبة المئوية. 31% يستفيدون من الخدمات الطبية، بمعنى آخر 69% محرومين من الخدمات الصحية، وبالتالي هذا ما يفسر ما قلنا، وبالتالي هذا يؤكد لنا ضعف
التغطية ضعف التغطية الصحية، بالتالي هذا ما يعانيه المواطن النيجيري. لا نتحدث عن طبيعة المستشفيات والمستوصفات والتجهيزات إلى غير ذلك، أي بنية تحتية صحية. نسبة البطالة، إذا ارتفاع نسبة البطالة فهي تعد من النسب المرتفعة عالميا، تقريبا 24% من الشباب عاطل عن العمل. كذلك معدل الدخل الفردي، ماذا نقصد بالدخل الفردي؟ الدخل الفردي هو الناتج الداخلي الخام للدولة مقسوم على عدد السكان اللي كنحصل عليه. فالدخل الفردي 1547 دولارا، بمعنى آخر في السنة إذا قمنا بتقسيمه على 12 شهرا من شهور السنة فسيكون هناك دخل فردي ضعيف. إذا ضعف الدخل الفردي، وهي تعد من المداخل الضعيفة في العالم. كذلك لاحظوا انتشار هذه المعضلات والإكراهات والمشاكل الاجتماعية من أمية وفقر وبطالة وضعف التغذية الصحية، ضعف التعليم إلى غير ذلك، حتما سيعطي لنا على مستوى مؤشر التنمية البشرية رتبة جد متأخرة عالمية بالنسبة لنيجيريا، 153 أي المرتبة التي تحتلها نيجيريا على مستوى مؤشر التنمية البشرية. سأقف هنا لأجدد اللقاء بكم في حصة قادمة لنحدد أسباب تخلف وضعف التنمية في نيجيريا رغم أنها غنية طبيعيا. هذا ما سوف نستنتجه في الحصة المقبلة إن شاء الله، وشكرا.